في الشارع يقعدون يقطاتس ديما ناخذ لهم ماكله ساعات نروح بيهم من اللور قطاتس الشارع. بعد جت فترة خرجت انا الغربة انا وامي واختي وحدها لهنا خليناه. قلت بشي والناس حد جبت لها قطو سيامو، اول مرة نجيب لها سيامو اسمه سايلر. سايلر ايه كهو اختها باش بدا الغرام وبدينا نتلهو بيهم وعندهم ماكلتهم الخاصة دونك ما لقيت صعوبة في العائلة انها انك تحب القطات؟ لا خاطر لقيت في جيناتنا عرفت نحبوا الحيوانات. ومن بعد ربي حب المكتوب والمدام تعرفت عليها بال صحيح على طريق القطات. باش نرجع لك خلينا نمشي المدام بالك. المدام لقات صعوبات ولا حاجة من انت صغيرة؟ كيفاش بديت تخلع القطات؟ كيف كيف خاطر الفامي نتاعي الكل اللي كيحبوا القطات كلهم كيف اني هكا بالضبط معناها كأنهم يعتبرون كأنهم من الفامي معناها ما مش حيوان بالنسبة لنا احنا القطات. دونك ولدي وبنت ولدي اي ولدي وبنتي واختي عندي في دارنا معناها في دار بابا اختي النمر هذا مش قطوس يعني ما عنديش اختي بنيه هذيك تسمى اختي فهمت. حتى كي نهز تليفون نكلمهم ويني اختي راني نحن نسال على اختي القطوسه ايه. عمرها تا 11 عام من قبل ما ناخذ اني الباك هي موجوده معايا ايه. من بعد اختي ترهشت من بعد من بعد سبحان ربي كيف يحب ما عندي صديقي يعرفني لاني نحب القطط يعرفني مغرومه بالقطط كاو وقت اني يعجبوني القطط هذوما ما عنديش منهم قال لي ها عندي صاحبي انا نعرفك عليه تو يجيب لك قطوس ديما عنده كاو عرفنا عليه تاخذيت فيسبوك خذا فيسبوك يحكينا تقابلنا من القطط تعدينا تعدينا ملي كل واحد يربي فيهم في دار وانا ويترفق في الدار نربي فيهم مع بعضنا. قلت عندكم توا اربع قطات اما في الاغلب اكثر عدد من القطات قديش؟ ممكن نوصلوا 12 مع الصغار وقت اللي ولدت لنا نوصلوا 12 اما ديما اني مثلا كي نجيب من الشارع هاكا نربيه شويه نكبروا ننظفوا انه يولي يتعلم يعمل التواليت وفي بقاتها وكل وقت هاي العبد ينجموا ياخذوا تمام. ما تلقاش قلق لهنا في نظافه الدار في ال اني استنست اما شويه قلق اللي هما من الجيران تو عندي جيران من هنا يحبوا القطات يجيني ساعات بالذمه يجيني يقولوا لي شنو هو محروس لاباس اليوم شنو هو لانا لاباس بينما عندي جارتي اللي من هكا ما تحبش على الحس خاطر يطلعوا لها ساعات على الحيط. اما نظافه هما اما نظافه لا نظافه منظمين هم يعرفوا. بلي خلينا نحكيوا على القطوسه هذيا اللي عندك تو هذيا كيدو اعمى ما يشوفش كيف يخدو هو قطوسه راجلي مقاه عنده كان صغير وكله مسكين ديما تحسه حزين ملي جيت اني ولا يلعب ويجري اي ولا براسك. كيفاش خذلته كيدو؟ كيدو هو ولد لنا ذيك القطوسه اللي عندنا اي جابت كرش فيها 6 قطط كلهم في صحه جيده ومزيانين الا هو جا ملولته ولد من غير عينين براسك معناها لحمه مش باينه تحسهم داخلين الداخل مش باينين مسكين خفت انا على اخواته مشيت بعته حبسته في بيت السطح نزلوا ما كلت وكل شيء انا نسكر البيبي يشلق بيه خرجت يبقى يماوش ليله كامله يماوش يبكي التماوش نتاعو تحزن حاصل. كي مشيت للفيتو قالت لي ليه ليه راهي حكايه عاديه تولد دكاكه نمشي رجع مع اخواته مشيت له نجري ريتها من الفيتو نجري باش نخرج رجعته لاخواته ولا يلعب معاهم ديما مغلبين عليه خاطر ما يراش انت داوي يضربوا فيه بشوية بشوية بدأت طلعت له عين برك ومن بعد طلعت له عين أخرى تو أما عين بالبياض ريت ما فهميش كل البؤبؤ وما يراش تملى على أخوي إي كان وقت أكثر واحد اللي تلهي بيه ونغار عليه وما لوحتوش والحاجة الباهية فيه يسمع الكلام مش فارض روحه مش وكلي أعمى وممسخ معناها تقول خنطيش وهذايا يمشي يعمل تواليته في بلاصتها حتى نبدله بلاصة التواليت راهو يطلعها يمشي يعمل تواليته في بلاصتها الماكلة منظم يسمع الكلام كي يبدا الصوت نتاعي عالي يعرف لي انا منرفز يتخبى يلبد ماشي يتحرك كي نكلمه بشوية كي يبدا صوتك ذبذبات الصوت يبداو بشوية يعرف ان انت راضي عليه يجيك ويا دابا حداك نتصور صارت لكم بعض الطرائف مع تربية القطات صارت لي طرفة إن هما مرضولي هما صغار ولاد ذي مرضولي أربعة هما مرضوا بعينيهم
واني ما لقيت ما نعمل تفجعت وعينيهم في حالة كهو مشيت للفارماسي عادة نحكي لها نقولها راهم أربعة راهم في عينيهم في حالة ما عشت شنو تعملي تبارك الله أربعة وانتي لها بيهم قلت لها ايها أربعة خط لي عادة امشي شوية امشي لطبيب العين قلت لها الساعة سمحني انتي كيفاش نزم طبيب العينين راه مقطعت وقتها قالت لي اني ماشي بالي تحكي على أربعة صغارك وانتي مشوية عليهم وقريب تبكي طلعوا أربعة قطاطس